شوف الزيتونة نقول أنا نقصها في هذا الجناب، ولكن طريقة باش تنقص حتى هي فيها حفظة وفيها قراية. شمعت هذا الوسطاني؟ كوين هذا العموم. بحال انا بالنسبه لي انا هذا ما نقصوش، ولكن هو حسب اللي بيبقى 11 عام بهذا الدبلوم تاع الشتوى، وجايب من تما زوج دبلومات، لكن الدبلوم عندي فلاح شنو هو؟ وليد نقص له في الثمن وهلك الشتوى، فهمت؟ وعندي دبلوم انا الله يجعل العمل ديالك في سبيل الله. 76 ومن 76 انت في هذه الحرفه؟ ها؟ من 76 ومن 76 ندي الدبلوم قبلها بثلاث سنوات ولا خمس سنوات. يعني انت قريت على هذا الشيء ديبلوم؟ واه ديبلوم هذه على حساب سيدي الوسط هنا يكون خاوي، ملي الوسط عاود يكون هذا الوسط خص الوسط يخو باش تفوت الدواء تطلع السم شهوة كل حاجة غادي تدخلها. كانوا لاصاص ناس مهندسين يخليو ثلاثة ديال البيبان، الشطبة باب نتاع الدواء وباب ديال الهواء وباب القايلة، وهي الحكمة في هذا الحكمة في هذا في هذا الهواء يفوت وهذا الدواء وكذا، والناصب ماشي ديال العبد ولا ديال الخدمة ولا ضياع الوقت ولا الله هو اللي يحكم. تسمى واخا قلعت فرع يعني ماشي نقصت الغلة، غتزيد في الغلة. هذا الوسخ ذوك اللي قلعناه وسخ نسميوه، هذا الوسخ اللي قلعناه نتاع هذا العمدان غادي يوليو للشطبة جهة، غادي يوليو للشطبة جهة وتخوا الجهد اللي كان يمشي لهذوك غادي يولي هذوك. ودوك الشطبة غادي تطلع الفوق ولا تفرع هاك وهاك؟ غادي تطلع وتنحل، غادي تطلع دوكا هي قبالك محلولة وغادي تطلع الفوق. هذا الشيء اللي هودناه غادي يزيد في الشطبة الفوق يطلع لها. ايوا بنادم عاود شوية مقص شوية دواء شوية ملح شوية 33 على حسب باش الزيتون يطلع. ايوا والكمال على الله والماء والكمال على الله. الله وهاد الحرفة شحال عندك فيها السهم انت؟ من 76 ما شاء الله ديت الدبلوم، مشيت به لليبيا قعدت 11 عام، جبت ثلاثة زوج دبلومات من تما، لكن الدبلوم عند الفلاح وهو نقص له في الثمن وهلك الشطبة، واخا من الصابة تجي عنده ما يهموش، هو يهمو غير في الثمن ناقص. غاد تقعد في الشطبة واش هي الحلة هي هذه شوف ما شاء الله عليها ولا غادي تبقى يتقحوش؟ دوكا مغبونة دوكا راني كملت هنا على الخدمة، كي نشوف الشطبة الثانية يبغاو لي دوك العمدة اللي ينقلعوا. بحال درك هاد الفرع هادو اللي على هاد الاخ هادو الوسط غادي يبقاو هكا يبقاو هادو غادي يتسودا، هادو غادي يسودي وما ما يسودي راسها براسها يتسودا، هي تسودي بماها الما اللي فيها تسودا به. وهادي تقعد هاد البصالة في 11 عام و 12 غتبقى تخوي لها الوسط اللي نوضو هاد الخلفات هنا. إلا نوضو شي خلفة بحال هادي غادي تنقلع، لكن هادي أنا خليتها بالعاني على من على في الصيف في السمايم تكون ظل لا يكون ظل الوسط نتاع الشطبة. ايوا وحنا اللي علينا انا نخدموه والكمال على الله سبحانه. يعطيك الصحة سيدي محمد. ايوا هذه هي هذه هي البصلة ديال الفلاحة. سيدي محمد درك هذا الصديق ديالنا حتى هو دار شي دواء، ولكن بحال اللي ما دوك هذاك الدواء يما كنينة يما كنينة فوق الغلة، وهذيك الكنينة كانت قوية للشطبة هي مشعشعة هكذا، لكن العمود نتاع حيل توا هاك وينقص بحال هاد القصة هادي على حساب الدواء. غادي انت تجي الى جيت تبعو كاع غادي تقلع له هاد المسائل، غادي تحلي هاد العود الاصلي صافي الزيتون ضاع. ولكن حاول من بعد عامين اعطيه شوية زوبيا تعطيه شوية الحمان وقوي له واحد زوج تسقيات ولا ثلاثة متقابلين باش هذاك الدا يغلب عليه الماء، يغلب عليه الماء والزوبيا غادي تغلب عليه هذاك العام وعامين ما يستغل لا زيتون لا والو من تتفوت داك السم نتاع ديك الكنينه اللي داوى بها الزوبيا. تقصد بها الغبار وهذيك وهذاك الغبار اللي غادي يشتو لها وفيه واحد الحفنه نتاع 33 غادي تعطيه واحد القوه وغادي تعطيه خلفه جديده وغادي يستعد للولاده، غادي يولي يستعد للولاده. تايا راني واخا معلم واخا زعما شحال ما كنت معلم كاينين المعلمين، تايا انا داويت بهذه الكنينه نتاع وقت الغله
وضيعت الزيتون عام ما عطانيش كيلو نتاع الغله. العام اللي مورا عاود والعام اللي من بعده بقيت نقلع دوك المقصوصين بحال هادو يابسين ها هما بحال هاد الشكل، وبقيت نقلعهم وشتت له الزوبيا وعطيت حفنه في هذيك الزوبيا نتاع 33 ملح، وعطيته الماء زوج سقيات ولا ثلاثه متابعين، وبدل الخلفه. وهالعام استعد للولاده، عطانا اللي كتب الله تبارك الله. وبلا ما تخدم له هكذاك راه يقعد الا ما خدمتلوش هذه الخدمه غادي يقعد لك 8 سنوات او سنتين الا كان تابعه بالما مزيان يقعد سنتين ما يولدش. والوقت باش يدير هذه الزوبيا 33 فوقاش اليوم؟ هذا اليوم تقريبا اليوم يعني شهر واحد اليوم شهر. هذا مناش باقي واحد الوقت محدود للماء للعود يطلع فيه الماء. الا كان شبعان تسقيه غادي يطلع الماء مع العود، يسيب هذيك الزوبيا تحميه مع هذا الجليد هذا، تعطيه واحد الحمان الزيتون يستعد للقوه نتاع الغله اكثر القوه ديالو. هنا جيب له واحد الشلفاط عادي على محمد واحمد يقولوا له ايش الشلفاط نتاع الزيتون، وداوي له ديك داوي له ديك الزيتون داويه بصفه عامه كلهم، وخايب الماشينه نتاع الكتف. واذا كان زيتون قوي بلالونس نتاع لالونس نتاع الدواء باش يطلع الفوق باش يوصل للعدد ديالو. والكمال على الله ان شاء الله. شحال ما قعد بنادم يزيد يتعلم، شحال ما قعد يكون عنده. سيدي محمد قلت لي هذه اسيدي قال لك بوعويد والتفاح هذا يقولوا له توقف الماء، غادي نقصوها هنا غادي نوقفوا الماء دي واحد العام وحالت تفوت عام ولا عامين، وغادي غادي توقف غادي تيبس. علاش؟ على الماء ما يبقاش يطلع لها كما كان يطلع لها قبل ما تنقص. كي قلت له واش المقاس اللي مقص لك هذا الشطب كله؟ قال لي واه. قال لي قلت له عندك ماشي وحده اللي يابسه؟ هو ما كانش شايف البلاصه. قال لي عندي وحده يابسه. من اللي حوسنا بوعوي قلت له المقاس اللي مقصها؟ قال لي واحد. من تمشينا صبنا 32 واحد الشطبه يابسه بتوقيف الماء بحال هذا الشكل هذا، وانا صبنا 31 شطبه نتاع بوعويده والتفاح يابسه من توقيف الماء هذا. سما قلع لهم هذا الفرع اللي في الوسط اللي خارج. وقفوا ياك. وقفوا الماء اللي يطلع وقف، والماء اللي كان يطلع هنا مع هذا بحال يمشي نيشان هذا وقفوا وقفلوا الماء. الحقيقه هو يتقص هنا 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 باش ما يبقاش الماء يمشي مع هذا الشطبه هذا كله خليت له هنا. مما الا كان خليته هنا هذاك العود نو كان انا بغينا نخليه من الغله نتاع العام الجاي تلقاه يابس، وشك حتى في الشطبه يبسها الا كانوا زوج ولا ثلاثه موقفين الماء بحال هذا الشكل بحال هذا الشكل هذا قد يوقف هذه خاصه خاصه الجليد. ايوا هذه يوقف فيها الجليد هنا الخدمه نتاع ضد الجليد قصو سيفلي. هادي ماشي هي هادي القصة، هادي ماشي هي هادي، هادي يوقف فيها الجليد وهادي لا مايلة مناش جات مايلة جات سيفلي الخدمة ديالها واقفة هاك. هادي تحط فوقها الكاس هادي ما يوقفش فوقها الكاس. اقرا لي على هادي درك. على هادي درك بحال زوج زيتونات بزيتون. هذا درك المشكلة هادو نتاع زوج اللي عنده فلوس في البلاد غادي يقلع وحده وينقلها، واللي ما عندوش الوسع في البلاد غادي يحليها يحلي بزوج. ولكن هي الزيتونه الاصليه تكون على ام وحده تكون على ام وحده المليحه هذوك دوك هادو زوج المليحه في الزيتونه نخليوها ام وحده. اذا كانت عندنا الوسع في البلاد وعندنا البلاصه ننقلو وحده، ما عندناش ما قديناش باش نقلعوها غادي نفصلوها مع هادي تجي واحد الوقت اللي تخوى البلاد وتنقل هاد الزيتونه لبلاصه ثانيه ما تضيعهاش. واذا بغيت تقلعها غادي تقلعها من تحت غادي تضيعها. حنا دوك عندنا الحمد لله الصنعه باش نفصلها على زوج زيتونات، وتجي واحد الوقت اللي تكون بلاصه مخصوصه للزيتون غادي تنقل هذيك الزيتونه لهذيك البلاصه المخصوصه. ودرك هذه في نظر ذاك السي محمد واش هادو هنا زوج زيتونات ولا زيتونه واحده؟ زوج زيتونات. زوج زيتونات هذه خلفه هذه خلفه ناضت، واخا ماشي زوج زيتونات
لا داك جدره وحده عود هذا جدره وحده من هذا كان ينقص قبل ما تدفنها كان ينقص من ما فهمولوش خلاوه دوكا يكون الام هذه هي وجاب ذاك العمود هنا وطلع زوج زيتونات ولكن اللي كان فاهم غادي من يجيبها نقلها هكذا من السوق ها هما ها هي في الفصاله هذه اللي يجيبها من السوق غادي يقلع واحد ها هو غادي تبقى زيتونه في النهايه ام وحده ما قلعناش هذا العمود غادي تولي جوج زيتونات وهذا هي الفهمه ديالها حنا احسن من الاحسن دوك تبقى حنا دوك هي الحقيقه هذه تنقل وحده تقعد ولكن ملي ما غاديش نقلوها غادي نفصلوها تعطينا الغله هذا العام وين اخوات البلاد وبغى مولاها ينقل بلا ما يمشي للسوق يجيب النقله غادي يقلع هذه وينقلها لبلاصتها تقدر تنقل هذه تحفر عليها وحده تنقل ولكن الجدره غادي تخبش عليها حتى لتحت هنا غادي تعطيك واحد المشطه ها هي باينه ها هي حدها غادي واحد 30 سنتيم ها هي تهززها غادي تعطيك النتيجه فين غادي تخبش لها هاك وغادي تهود واحد 30 سنتيم وتجبدها تقلعها بها بالمشطه ديالها غادي ملي تحطها ديك المشطه تحطها معاها ما غاديش تيبس غادي تزيد لقدام غادي ديك المشطه ما تضيعش هذيك المشطه غادي تجبد الماء تجبد الماء وإلا كنت قلعتها وحطيتها في الماء وحل يومين ونقلتها لبلاصتها تنوض 100% تبقى تمشى 100% صافي هذا هو البلان ديالي هذا الشيء سموه هنا في الداخل ولوينا عليها هالميكا غادي نقسمو الشطبه مع الشطبه إلا قسمناها ثم بلا ميكا ها هي الى ها هي اذا كنا قسمناها حطينا هذه بيناتهم بلا ميكا غادي تدخل في الشطبه الثانيه وتدخل في هذه غادي يبسوا بزوج نلويو لها هاللويه باش الميكا تحن فيها ما تدخلش في العظم نتاع الشطبه اللي بحال الكلب تولي بحال اساده بونجا والاساده ماشي هي الصما وكنديروا لها بونجا لا كيما كانت يا صباط واخا حتى صباط ما تدبرش وصافي هنا غادي نعزل ما بين جبد هذه شويه معايا غادي نعزلهم بين الوحده والوحده ها هي ها هي ها هما ولاو استوسعوا بلا ما مقسنا وقف بلا ما مقسناها اللي كان داخل ليها انا عزلناه بهذيك العمليه غادي نخدموها بالمقص كانت مجموعه كانت مجموعه ولات انحلت بدون مقص يبها العمليه اللي خدمنا لها هنا هنا غادي نتيحوا هذا اللي كان وهذا باش تطلع الشطبه واحد شويه غادي نقصوا منا شويه هذا وهذا هذا ها هي ولات الشطبه ها هي ولات خواتات اللي خدمنا له اللي كانوا على ام وحده والله سيدي هكا ولات ها انت ها هي ولات الشطبه ولات عندها اربعه تاع التفرعات احنا العمليه تكون بمليون وحنا قابضينها بلا ثمن باطل خدمنا لها العمليه باطل بلا فلوس الله سبحانه غادي يخلصنا على هذه العمليه اللي خدمنا لها ملي مشيت عند الطبيب غادي يحسب عليك مليون وممكن تنجح العمليه ولا ما تنجحش ها هو تسهل الله سيدي الله يعاونها تسهل الله الله يسهل ليها تخدم هذا على حسب سيدي روسنا كخاوي اللي وتعاود يكون هذا